للتعليق على الهجوم الذي وقع في إدلب، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. أستاذ باسل، أنباء عن انفجار استهدف مقر رئاسة وزراء حكومة الإنقاذ في سوريا، هل من معلومات أكثر عن الحادث؟ هل هناك أيضا مؤشرات عن المنفذ لتلك الحادثة؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة المعلومات الأولية لا زالت يعني غير مفصلة. كل ما ورد أن هناك شخص وامرأة قاموا بتفجير نفسهم في عند مقر الحكومة في الإنقاذ في إدلب. هناك عدد من الجرحى إلى الآن. من حيث المؤشرات، يعني هذا التفجير ربما يكون هو أحد مؤشرات الضغط أو الصدام الكبير الذي حصل في الفترة الأخيرة في منهجية النصرة والفصيل، هذا الفصيل وهيئة تحرير الشام على الأرض، والتغيرات التي بدأ يواكبها قبيلة بالوجود التركي، يمارس نوعا من المفاوضات غير المباشرة مع أطراف دولية وغيرها. وهناك أطراف معينة وفصائل معينة من تنظيمات معينة تعتبر هذا النوع من المسارات أو الخراط في هذا النوع من المسارات نوع من الانحراف عن المسار أو نوع من الانحراف عن الفكرة، وبالتالي لا يستبعد أن تقوم بتنفيذ هكذا هجمات ضد تنظيم النصرة أو ما يرتبط بها مثل حكومة الإنقاذ. نعم، بماذا تقرأ يعني تزايد الانفلات الأمني في إدلب خلال الفترة الأخيرة؟ من المستفيد منه؟ يعني هو بالحقيقة لا أحد مستفيد فعليا من تزايد الانفلات الأمني، لكن هناك حالة من عدم القدرة على الضبط. هناك عدد كبير جدا جدا من السكان المتواجدين في منطقة وتعتبر إلى حد ما ضيقة بالنسبة للعدد الكبير الموجود، يعني هناك كثافة سكانية عالية، إضافة إلى أن هناك تعدد كبير في المرجعيات، يعني في مجموعة كبيرة من الفصائل، كل فصيل لديه هيئة إفتاء ولديه توجهات معينة وأفكار معينة. أيضا هناك كم هائل من الذخيرة والسلاح المتراكم بأيدي العديد من الناس، وهناك أيضا حالة من الاختراقات المتعددة، اختراقات دولية واختراقات النظام وغيرها. كل هذا الوضع لا يوحي بقدرة، يعني بالقدرة على ضبط الأمور، وأن هنا وأن الأمور هناك يعني ستبقى في حالة من الانفلات الأمني أو الارتقاء الأمني إلى حين ضبط الأمور بشكل أو بآخر من خلال مرجعية موحدة تحكم المنطقة. سيد باسل، هل يمكن ربط الانفلات الأمني بالخلاف التركي الروسي حول اتفاق إدلب؟ هو بالتأكيد جزء منه ممكن أن نربطه بهذا الشكل بشكل أو بآخر، لأنه الخلاف الروسي التركي حول إدلب والتردد التركي في إدارة المنطقة جعل هذه المنطقة عمليا غير خاضعة لإدارة جهة دولية من أي نوع، وبالتالي ساهم هذا أكثر في حالة الانفلات الأمني. نحن لاحظنا أن المناطق التي أصبحت تحت إدارة تركية مثلا عمليا الملف الأمني فيها تقدم بشكل ملحوظ، خفت عن وتيرة أي خروقات أمنية، انفلاتات أمنية ضعفت كثيرا. المناطق التي بقيت خارج السيطرة الدولية، سيطرة أي جهة دولية، هي مناطق يعني فيها حالة انفلات أمني واسعة بامتياز، وبالتالي حالة الخلاف والتردد التركي وعدم وجود قوة دولية أو قوة عليا تسيطر على المنطقة لا شك أنها ساهمت بشكل أو بآخر بتزايد وتيرة الانفلات الأمني. نعم، الأستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.